البداية إذن من مصر، حيث يشتكي مرشحون للرئاسة المصرية من تضييقات على مؤيديهم في تحرير توكيلات الترشح والاعتداء على بعضهم داخل عدد مكاتب توثيق التوكيلات الحكومية. وعبر العديد من مؤيدي أحمد طنطاوي من عرقلة إنجازهم للتوكيلات، متهمين السلطة بإرباك وعرقلة مسار إنجاز التوكيلات. وواجه طنطاوي استفزازات من أنصار السيسي أمام مراكز إنجاز التوكيلات، حيث رفع بعضهم صور السيسي. وفي وقت عبرت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن أسفها لما تتعرض له من اتهامات بالصمت والتواطؤ مع السيسي، هاجم المرشح أحمد طنطاوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واعتبره أفشل رئيس مصري منذ عشرات السنين. واعتبر طنطاوي أن أداء السيسي خلال العشر سنوات الماضية كارثي، انتهى بتدمير الاقتصاد وتجويع المصريين. لمناقشة المشهد الانتخابي في مصر، أرحب بضيفي السيد أحمد الشيخ، الكاتب والإعلامي المصري من باريس. أهلا بك سيد أحمد معنا. برأيك يعني بناء على هذا المشهد، هل ستشهد مصر انتخابات رئاسية تنافسية أم سيتكرر النهج السياسي؟ من المستحيل أستاذ ساوسن أن تشهد مصر انتخابات رئاسية نزيهة، يعني لا توجد شواهد إطلاقاً يعني تؤشر على هذا التوجه. يعني كل الأمور تسير في اتجاه يعني مسرحية هزلية كذبة كبيرة، يعني واستمرار لعمليات الاستعباط أو الاستهبال السياسي. يعني وكان أشرف وأجدى بالنظام يعني أن يعلن عن وجهه الحقيقي، لكنه يريد أن يجمل وجهه القبيح ببعض المشاهد ويجر إليه إلى ساحته بعض المرشحين حتى يقول أمام الناس نحن أجرينا انتخابات والشعب صوت لنا، وهي نفس الخدعة التي عملها في الحوار الوطني، أنه جر الناس إلى مائدة الحوار الوطني ويعني وبحساب، ومن يخرج حتى عن الضوابط، لا أقول القانونية ولكن الضوابط التي يضعها نظام السيسي سواء للحوار أو الانتخابات يتم التنكيل به يعني. والمسألة أصبحت واضحة، لا أقول أمام المحللين السياسيين والخبراء، أمام يعني أبسط الناس في مصر يعني يعرفون هذه اللعبة. طيب كيف تقيم سيد أحمد يعني التعامل مع المرشح أحمد الطنطاوي وهذه التصريحات التي صدرت عن الرجل؟ والله هو حالة خاصة للأستاذ أحمد الطنطاوي، وواضح أنه يكتسب أنصار جدد باستمرار بسبب كراهية الناس لنظام السيسي يعني. لكن أحمد الطنطاوي يعني لا يمتلك سوى الشجاعة التي أبداها في الترشح وفي إصدار مثل هذه التصريحات، وهو يعلم جيدا طبيعة النظام القائم، واستحالة أن يصل أحمد طنطاوي إلى منصب رئاسة الجمهورية يعني. لكن هو يحاول، وفي ذهني حسب ما أعتقد وأتصور أنه يريد إحراج هذا النظام أمام الناس، يريد أن يكسب مساحات سياسية أكثر. لكن لو دقق أكثر سيكتشف أن النظام هو الذي كسب بمشاركته، وناهيك عن المرشحين الآخرين الذين رشحوا أنفسهم بالتوافق مع الأمن في مصر، النظام هو الذي يكسب من هذه الخدعة الكبرى يعني. لكنها لا تنطلي على الناس في مصر أستاذة سوسن. يعني هل نفهم من ذلك أمام هذه السجالات بأن الرجل فعلا يعني أحمد طنطاوي يمتلك هذه الشجاعة ليصرح بهذه التصريحات الجريئة، أم أن فعلا يعني الأجهزة الأمنية في مصر، إذا شئت النظام في مصر، يريد لأحمد طنطاوي ذلك لإعطاء هذه الفسحة أو هذا المشهد بالواجهة الديمقراطية للانتخابات؟ شوفي، هم بالتأكيد يريدون هذه الوجهة أمام الغرب وأمام العالم أن هناك انتخابات، ويسمحون لطنطاوي
يعني كان من الممكن أن يقبضوا عليه أو أن صحيح. يقوموا معه بإجراءات عنيفة، لكن وجوده بهذا الشكل مع بعض التصريحات، لكنها محكومة في نهاية المطاف. يعني انظري، هو خرج وقال لم أحقق غير توكيلين، أليس في عائلتي يعني من هم أكثر من 2 أو 3 يمكن أن يقوموا بتوكيل لي؟ هم يتركونه لكن في حالة من الخناق، حالة من الحصار، وفي اللحظة التي سيرون فيها أن الأمر سيفلت من أيديهم سيظهرون وجههم البشع تجاه أحمد طنطاوي وتجاه غيره، يعني لأنهم يخافون ليس من أحمد طنطاوي على الإطلاق، لكن يخافون من انطلاق الشرارة. إذا انطلقت الشرارة وخرج الناس إلى الشوارع بأعداد غفيرة، ووفق التعبير الشهير لأحد رجال الأمن لقائده، الشعب ركب يا فندم. هم يخشون من هذه الكلمة، من هذا التعبير، أن يستطيع الشعب أن يحصل على سلطته من أيدي هؤلاء البغاة والطغاة. طيب. هذا هو كل ما في الأمر. يتركون لهم هامش ضئيل جدا يتحكمون فيه، لكن في لحظة ما سيسفرون عن وجههم القبيح والغبي. طب مجتمع الناشطين المعارضين المحبطين والمحاصرين المخنوقين، يعني صراحة في الساحة السياسية المصرية، كيف سيتعاملون مع هذه الانتخابات التي كانوا يأملون ربما بأن تكون بوابة للتغيير؟ لا، شوفي أستاذ سوسن، العقلاء من النشطاء ومن السياسيين ومن الإعلاميين قالوا منذ البداية، وأنا واحد منهم، اتركوا الساحة فارغة، لا تشاركوا في هذه المسرحية الكئيبة. لكن هناك بعض الناس لديهم وجهة نظر أخرى، وحسابات أخرى، ويعتقدون أنهم سيكسبون من وراء الدخول وممارسة حقهم السياسي. لكن هذا يمكن تفاهم هذا أختي العزيزة عندما نكون أمام نظام طبيعي، نظام قانوني، في حياة سياسية فعلية. لكن عندما يكون نظام قائم على القتل والسجن والتعذيب وبهذه البشاعة، أعتقد أن وجهة النظر هذه تغامر كثيرا ولن تكسب أكثر مما يكسب النظام منها. هل ترى أن المقاطعة بالنسبة للمعارضة هي أفضل حل في ظل هذه الانتخابات التي تبدو بحسب المعارضة النتائج محسومة وواضحة؟ نعم تماما أستاذ سوسن، المقاطعة وترك اللجان خاوية على عروشها، حتى يرى العالم ماذا يحدث في مصر. لكن سواء بحسن نية سواء بتواطؤ بعض أفراد هذه المعارضة، هم في الحقيقة لا يخدمون الشعب المصري ولا يخدمون قضية التغيير بقدر ما يخدمون هذا النظام، ويعطونه كما يقولون نفحة استمرار جديدة. فكلما بدأ النظام في حالة من الإعياء وفي حالة من الانفضاح في الداخل وفي الخارج، يتحرك بعض الناس ويشاركون في أنشطة يشرف عليها هذا النظام من الألف إلى الياء، بالقضاء، بالإعلام، بالأمن، وأخيرا بالبلطجية. أنت كما تعلمين بيعت شركة فالكون الأمنية لأحد البلطجية الذين يعملون لصالح هذا النظام، وكأنها تأخذ شكل فرقة الدعم السريع مثل حميدتي في السودان. يريدون لنا أن ندخل في دوامة من العنف، يريدون أن يقول إذا أزحتم السيسي سترون وجه صدر نخنوق وأشباهه من البلطجية، هم الذين سيسودون في مصر. هي رسالة تهديد لمصر والمصريين، ابقوا علينا كما نحن، اقبلوا الفساد، اقبلوا بالظلم، اقبلوا بالجوع، لا تتحدثوا في هذه الأمور،
ولا تطالبوا برحيل هذا النظام، وإلا سنطلق عليكم كلابنا تنهش فيكم وأنتم تعلمون العاقبة. يعني هي رسالة تهديد يعني. في مثل هذه الأجواء أستاذة سوسن، ما كان ينبغي أن يدخل أحد على الإطلاق في مثل هذه يعني العملية الإجرامية يعني. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الشيخ الكاتب والإعلامي المصري من باريس على هذه المشاركة.